أعزائي طلاب الصف الثاني عشر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم موعدنا مع الحصة الثالثة بعنوان النهايات والاتصال. لنأخذ اليوم قاعدة تسمى قاعدة القوة. نظرية ستة، بفرض أن ليميت لما x تؤول أو عندما x تؤول إلى c للدالة f of x كانت موجودة وكانت إن عددا صحيحا موجبا، فإن ليميت لما x تؤول إلى c للدالة f of x الكل أس إن، يعني لدينا قوس والقوس مرفوع للقوة إن أو للأس إن، فإن قيمة هذه النهاية تساوي قوس ليميت لما x تؤول إلى c للدالة f of x الكل أس إن، بمعنى أن الليميت دخلت داخل القوس تحت الأس، تمام؟ يعني ليميت القوس اللي فوق أس بيساوي قوس دخل الليميت داخل القوس تحت الأس. كذلك ليميت الجذر x تؤول إلى c جذر x جذر النوني ل x بيساوي الجذر ال n، بعوض عن الاكس لكل اكس نشيلها ونضع مكانها سي العدد الذي يؤول اليه النهايه. في حال ال n كان عدد زوجي يشترط ان يكون السي هذا العدد لابد ان يكون اكبر من الصفر، لابد ان يكون اكبر من الصفر اذا كان الدليل زوجي، يعني اذا كان جذر تربيعي او جذر رابع او الى اخره. اما اذا كان اسفل الجذر او تحت الجذر f of x، لابد أولاً أن نوجد شرط ما تحت الجذر أو شرط الجذر إذا كان الدليل زوجي، في حال إن عدد زوجي يشترط أن ليميت لما x تؤول إلى c للدالة f of x أكبر من الصفر، هو هذا هو ما يسمى بشرط ما تحت الجذر، لابد أن يكون في حال الدليل زوجي عندما يكون ال n عدداً زوجياً، بمعنى أن يكون جذراً تربيعياً أو جذراً رابعاً أو إلى آخره، المهم الدليل يكون زوجي. فلا بد أن نأتي أولاً أو نوجد أولاً بشرط ما تحت الجذر، يعني ليميت x تؤول إلى c عندما x تؤول إلى c f of x ما تحت الجذر، ولا بد أن يكون نهاية ما تحت الجذر أكبر من الصفر. فإذا كان أكبر من الصفر فإننا ندخل علامة الليميت داخل الجذر ونوجد الايه ليميت ما تحت الجذر ونوجد الناتج بشكل طبيعي. هنا سنكتفي بدراسة حالات الجذور التربيعية والتكعيبية فقط، يعني لن نتطرق للجذور الجذر الخامس أو السادس أو إلى آخره، هنا بس سوف نتطرق للجذر التربيعي والجذر التكعيبي فقط. دعنا نرى أمثلة. مثال رقم 7، ليميت لما x تؤول إلى سالب 1 قوس x تربيع ناقص 3x ناقص 1 الكل أس 5. هذه على تطبيق مباشر على قاعدة القوة، فلذلك سوف ندخل علامة الليمت أسفل الأس أو داخل القوس، ثم نعوض عن كل x نضع مكانها سالب 1، يعني سالب 1 تربيع ناقص 3 ضرب السالب 1 ناقص الواحد، والكل أس 5، وباستخدام الآلة الحاسبة سوف نوجد الناتج يطلع 243. هذا بالنسبة للشق الأول من السؤال. الشق الثاني من السؤال، ليميت جذرا تكعيبيا، ليميت x تؤول إلى عندما x تؤول إلى 2 للجذر التكعيبي x ناقص 3. هنا الدليل فردي، كما نرى دليل هنا فردي، فنحن ليس بحاجة أن نوجد شرط ما تحت الجذر، لا، هنا الدليل فردي، فعلى طول مباشرة ندخل علامة الليمت أو ندخل الليمت إلى تحت الجذر التكعيبي، يعني الجذر التكعيبي ليمت x تؤول إلى 2 x ناقص 3، ثم نعوض عن قيمة ال x مكانها 2، يعني الجذر التكعيبي 2 ناقص 3 يعني الجذر التكعيبي لسالب 1، وقيمة الجذر التكعيبي لسالب 1 يساوي سالب 1. طيب، هذا بالنسبة للشق الثاني. الشق الثالث من السؤال، x تؤول إلى 3، لما x تؤول إلى 3
هنا بسط ومقام، بسط ومقام. كما تعودنا من الدرس السابق لابد أن نوجد نهاية المقام أولا، لابد أن نوجد شرط المقام وهو أن المقام لا يساوي الصفر، يعني ليميت x تؤول إلى 3، عندما x تؤول إلى 3 x ناقص 2 وهذا هو المقام، فنعوض عن قيمة الـ x تساوي 3، يعني 3 ناقص 2 يساوي 1. إذن تأكدنا تماما أن المقام نهاية المقام لا يساوي الصفر. كذلك لابد أن نوجد شرط ما تحت الجذر، نهاية ما تحت الجذر، ونهاية ما تحت الجذر التربيعي هنا الدليل زوجي، فلا بد أن نوجد شرط ما تحت الجذر أو نهاية ما تحت الجذر، لا بد أن يكون أكبر من الصفر. يعني ليميت x تؤول، عندما x تؤول إلى 3 لما تحت الجذر، ما هو تحت الجذر؟ من هو 3 x تربيع ناقص 2. ثم نعوض عن قيمة الـ x بـ3، يعني 3 ضرب 3 تربيع ناقص 2 باستخدام الآلة الحاسبة راح يطلع 25، وال 25 أكبر من الصفر، كما نرى أكبر من الصفر، يعني نهاية ما تحت الجذر التربيعي طلع أكبر ما أكبر من الصفر. إذا نوجد نهاية البسط، نهاية البسط سوف تكون ليميت الجذر التربيعي، عندما تأكدنا أن نهاية ما تحت الجذر أكبر من الصفر، وسوف ندخل علامة الليميت أو قيمة الليميت تحت علامة الجذر التربيعي داخل الجذر التربيعي، كما كتطبيق مباشر على النظرية التي أمامك التي درسناها من قبل. فليميت ما تحت الجذر، ما تحت الجذر طلع قيمته 25، يعني كأن جذر 25 يساوي 5. إذا نهاية البسط يا شباب تساوي 5، ومن قبل أوجدنا نهاية المقام وهي 1، فقيمة النهاية ككل أولا نوزع، أيوة نوزع علامة الليميت على البسط وعلى المقام كلاهما على حد، يعني ليميت البسط ونهاية البسط ونهاية الايه المقام، نوزع الليميت، يعني ليميت خارج القسمة يساوي ليميت البسط تقسيم ليميت الايه المقام، يعني نهاية البسط كما أوجدناها من قبل وهي 5 ونهاية المقام وهي 1، فعندما نقسم 5 تقسيم 1 يعني يساوي 5. أيضا حاول أن تحل أيضا كتطبيق مباشر على النظرية السابقة، وهو أول شق من السؤال لمثل عندما الإكس تؤول إلى 5 للجذر التربيعي إكس تربيع ناقص 5، هذا هو الجذر التربيعي، أي أن الدليل الزوجي لابد أولا أن نتحقق ما شرط نهاية ما تحت الجذر، لابد أن يكون كما تعودنا من قبل، لابد أن يكون نهاية ما تحت الجذر أكبر من الصفر، يعني نوجد أولا ليميت x تؤول إلى 5 لما تحت الجذر، من هو تحت الجذر؟ x تربيع ناقص 5، ثم نعوض عن قيمة الـ x بالعدد الذي تؤول إليه النهاية وهو 5، يعني 5 تربيع ناقص 5 يعني يساوي 20 باستخدام الآلة الحاسبة، والعشرين هذه أيضا تعتبر أكبر من الصفر. إذا تأكدنا أن شرط ما تحت الجذر أكبر من الصفر، فقيمة النهاية أو ليميت x تؤول إلى 5 للجذر تساوي، أيوة تمام، يعني ندخل علامة الليميت داخل الجذر، يعني ليميت الـ x تؤول إلى 5 لـ x تربيع ناقص 5. وفي الخطوة السابقة أوجدنا قيمة هذا اللي هو ليميت x تؤول إلى 5 لـ x تربيع ناقص 5، وقيمته تساوي كم؟ 20. إذا سوف نستبدل هذه القيمة ب 20، يعني كأنه يساوي جذر 20. جذر 20 باستخدام الآلة الحاسبة راح يطلع عندك 2 جذر 5. هذا بالنسبة للشق الأول من السؤال. الشق الثاني من السؤال، ليميت لما الإكس تؤول إلى 4 إكس زائد الجذر التربيعي للإكس الكل أس 4. هنا أولاً لابد أن نضمن أن ما تحت الجذر أكبر من الصفر، يعني ليميت x تؤول إلى 4 للإكس يساوي كم؟ 4، الأربعة هذه أكبر من الصفر، فليميت x تؤول إلى 4 يساوي الذي الدالة x زائد جذر x الكل أس 4، سوف ندخل علامة الليميت داخل القوس تحت الأس، ومن ثم نوزع علامة الليميت على الدالتين المجموعتين باعتبار أن هاتين دالتين مجموعتين، ليميت الدالة الأولى زائد ليميت الدالة الثانية والكل أس 4.
بالنسبة للجذر أيضا سوف ندخل علامة الليمت مباشرة، يبقى ليمت x تؤول إلى 4 للدالة x زائد جذر الليمت x تؤول إلى 4 لـ x، ونعوض ليمت نضع مكان الـ x 4 يعني يساوي 4 زائد جذر 4 الكل أس 4. باستخدام الآلة الحاسبة راح يطلع عندك 6 أس 4 يعني 1296. ده بالنسبة للشق الثاني من السؤال. الشق الثالث من السؤال أيضا بسط ومقام، ليمت بسط ومقام، كما تعودنا من قبل أن نوجد نهاية المقام لنضمن أن نهاية المقام لا تساوي الصفر، يعني ليمت x تؤول إلى سالب 1 x ناقص 2 نضع مكان ال x يساوي سالب 1 يعني سالب 1 ناقص 2 يعني يساوي سالب 3، فنهاية المقام تساوي سالب 3 إذا لا تساوي الصفر، نهاية المقام لا يساوي الصفر، من ثم قيمة الليمت هذه ليمت البسط والمقام تساوي كما تعودنا أننا نوزع الليمت ليمت البسط وليمت المقام، يعني نوزع علامة الليمت على البسط مرة والمقام مرة أخرى. في البسط يوجد جذر تكعيب، فنحن ليس بحاجة أن نوجد نهاية ما تحت الجذر لأن الدليل هنا فردي، دليل فردي، فندخل علامة الليمت مباشرة إلى ما تحت الجذر يعني ليمت x تؤول إلى سالب 1 x تكعيب ناقص 4x زائد 4 على نفس المقام. يمكننا استبدال المقام نهاية المقام وهو كم؟ سالب 3 يعني نضع سالب 3 ثم نعوض عن قيمة كل x داخل الجذر ونضع مكانها سالب 1 يعني سالب 1 أس 3 ناقص 4 ضرب سالب 1 زائد 4 على كم؟ سالب 3. وباستخدام الآلة الحاسبة راح يطلع جذر التكعيب إلى 7 على سالب جذر التكعيب الـ 7 على 3. إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا اليوم، على أمل أن نلقاكم في دروس مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.